صوت عالي وديك القهقهه، ديك القهقهه اللي عاوتاني شفنا ولات لامود تعلموا البنات يديروا ديك القهقهه ديال الشارع. عيب 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 نضحكوا بديك القهقهه الصبح. نور السرور والصلاه على الرسول، وصبح الزهر مقطر وصبح التمر معمر، وتصبحوا نتوما عرايس وتصبحوا نتوما نفايس وتصبحوا نصبحوا حنا حجاج. كيف بقيتيو لاباس؟ كيف بقاو لميمات؟ تنتمنى نتمنى على الله تكونوا كلكم على خير وفي صحة جيدة ومرتاحين ومهنيين، والأفراح والمسرات والمريض الله يشافيه والغريب الله يرد له طانو. تنتمنى تدخل الفرحة والسرور على أي دار، ومرحبا بالجميع ومرحبا بي عندكم. وشكرا بزاف 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 على الدعم اللي جاني في الانستغرام، ما تخيلوش شحال درتو لي ديال لينيرجي وشحال درتو لي الكوراج باش نولي عاود نوقف على رجلي. بلا بكم راه ما تنوقفش الصراحه، كل ما تنصيب تنبغي الناس وتنصيب تدعيم دعم. انا طولت واخا النصيحه ما ديتش فيها. المهم هذا النهار بحول الله هاجي اللي ما عندك غرض، واجي اللي تتقول انا خليني على راحتي انا وصافي، علاش غادي نتعلم انا الاتيكيت، انا بنت الشعب، انا اجي نقول لك اجي ما فيها بس تعلمي. واخا تكوني مثلا حركاتك ماشي هي هذيك، واخا تكوني ما تتعرفيش، واخا تكوني كلنا تنتعلموا، اللي ما علموهش في الصغر تيتعلم في الكبر، ما كاين مشكل. حنا ما خلاو شيء، الله يرحمهم من جهدهم، والباقي عاود مع الدنيا ومع الحياه ومع الحياه. هذا النهار عندك دير واحد الاغلاط هي كيديريهم تنقصوا لك من الانوثه ديالك، تنقصوا لك من قيمتك، القيمه ديالك كسيده كانسه راقيه متوله ما شاء الله، كما تنقول دائما تتخلي بلاصتك ما تيسخى بك حتى شي واحد. حاجه واحده هذه وحده، هذه يعني واقعيه باردون. شكرا بعدا على النصيحه للسيده اللي قالت لي ما تبقاش دير الحركات بزاف تدوخها، راه لا شعوريا من بعد النوبات تنشوف شي حاجه ما تتعجبنيش، ملي تنكون تنصور تندير مثلا شي حركه، لانني تتعرفوني انا المونتاج ما تندكش المونتاج، والزوج ديالي ما عنده شي ما مسالي لي شي باش يدير لي المونتاج. قل لي اسكت في حالاتك المونتاج جيبك سكيس ما تنحبش نقطع. المهم ما تنعرفش نديك المونتاج تيعذبني، خلا قبل وحيت قالوا لي احسن من المونتاج، هادشي اللي عطا الله. هادي هي دار ماما مفتاحه، كما قلت لكم دار ماما مفتاحه هي دار الميمة البلديه، تنقبلوا عليها كيف ما كانت. المهم غلط ما نديروش، كان واحد المجمع يعني مخلط تبارك الله عزرا الاسره وديك الشيء، والولد تبارك الله كان حاط عينه على الشابه باش يشوفها واش يعني تصلح لا فامي ديالو راقيه ولا في المجتمع. كلنا تنحبوا نبقاو يعني راقيين في المجتمع، ما نقولوش العكس الا كما تنقول دائما اللي انانيه وما تتحبش تعلم. المهم ما شنو قال لها بالزربه الا جات على خاطرك دغيا 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 بدلي واحد ما شنو هو من قبالتها. شنو دارت هي؟ ناضت بالزربه مشات بالحفه تتخبط تطير بالحفه وجابتها. تما بدل النظر ديالو على الخطبه اللي كان ماشي خطبها، ما عجبتوش التصرف. عمرنا ما نصدمو بالحفه، كنا صغار كنا في الصراحه تناكلو، في زماننا كنا تناكلو العصيوات ونكذبو على الله حرام، الا درنا المساله تناكلو العصا. تيضربونا، كانوا تيضربونا على الزطيم بالحفه، ما تنصدموش بالحفه ابدا ابدا ابدا. عاد نتينا مرات تبارك الله بقيمتك صلعت على النبي بالهيئه ديالك الشابه هكذا تديري، كيف ما تنقول دائما وتواول واول وتنط تسبق تزطم بالحفه واحد يعني تزطم بالحفه، ما تنصدموش بالحفه نهائيا. تنديرو دائما شي حويجه في رجلينا ملي تتكون الزربيه تنحطوها مثلا خارج الزربيه، ملي تتكون الظروف واخا تكون مزروبه خد وقتك، واخا تكون ما شنو هو خد وقتك دائما، باش حيت يعني حركاتك تصرفاتك تتكون محسوبه عليك ومحسوبه على اللي تيشوفك، واخا تكون هي بوحدك واخا تكون هي بوحدك، حيت اللي تنقولوا اللي تيكون مدرب على شي حاجه من الصغر ما تتحيدلوش. ثاني حاجه عمرنا
عمرنا وشفتو نتوما يا العرايصات يا اللي عاد داخلين على الزواج، الله يرضى عليكم، ما فيها باس، راه ماشي زعما الا كنتي راقيه والاتيكيت وتعرف تصرف، راكي منفخه او يعني ماشي منبوده من المجتمع الشعبي او لا، بالعكس اللي تينبدك هو اللي ما تيحبش يشوفك حسن منه. اما كل ما حسنتي من حركاتك من هضيرتك من التصرفات ديالك من المظهر ديالك تتكوني محبوبه تتكوني مقبوله تتكوني بزاف ديال الاشياء. واللي ما حبشك حبشكش اللي ما عبكش سكت 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 اللي ما بغاكش في المجتمع هذاك الغلطه ديالو ماشي الغلطه ديالك. خليك على رقي ديالك خليك على النخوه ديالك خليك على همتك وخليك على شانك باش تبارك الله تتبقاي. حاجه واحده اخرى شفت ولاحظت بزاف ديال النقافه الله يهديها، يعني كاينين تبارك الله اللي في المستوى، كاينه اللي عاد تكون تتعلم، كاينه ماشي تكوني عروسها تخليهم يديروا بك ما بغاو، لا. لاحظ واحد الحاجات اللي تيكونوا باينين باينين لان التصاور تيبقاو طول الحياه، التصورات خاصه فاش تنكونوا في شي مجمع تنكونوا في شي يعني تنكونوا في حفلات تنكونوا مثلا كما قلنا عروسه او نفيسه او خطوبه او بزاف الحاجات، تصوراتك تيبقاو لك طول الابد، تيشوفهم الوليدات تبقى تفكرهم منين تتشوف بعد من بعد التصاور فيهم شي حركات ماشي مزيانين ما عندك ما دير لهم يعني ماشي مزيان. حاجه شفتها كانت يعني العروسه عطيناها مسكينه الكاس هكذايا قبطه ديال الحليب والتمر هنا تتشرب هكذا وتتاكل هكذا، هي الصراحه عيب وحشومه عليهم اللي عطاوها لها وما يعني ما انتبهوا لهاش، والتصاور والدنيا والناس فرحانه. عمرنا ما تنقبطوا الكاس بخمسه وهكذا ديال الصبعان هكذا ابدا ابدا، وما تنقبطوش ناكلوا ونشربوا يعني او ميم طون في مره واحده، ما عمرها ما تتكون. تانا شربوا الحليبه تنقبطوا الكاس دائما تنقولوا نعاودوا ونعاودوا ما فيها بس نتعلموا ونعلموا البنيتات ونتعلموا البنيتاتنا باش يطلعوا تبارك الله يعني تطلعوا متولين. ماش تقولوا خليوني انا هكذا وهكذا، انا هذه الجمله ما تتعجبنيش، واللي ما تيعجبوش ما كاين لا شي يبقى يعني كما تنقولوا يحرش وحدين اخرين ما يتعلموش ما دام الفرصه عندنا نتعلموا. تنقبطوا دائما الكويس هكذا كيف ما تنقولها جوج صبيعات وصبيعتنا من التحت باش حتى يكون ثقيل، وتنقبطوا هكذا وتنزلوا عاود تناخذوا باليمن تميره وتناخذوها، ماشي يدينا بالكاس هكذا والتمره هكذايا وهي مسكينه وتصوروا فيها وكلشي والمنظر يعني ماشي مزيان، وفاش تسالي وتشوف ديك التصاور تبقى تندب على النار اللي تصورت فيها هكذاك ابدا. واخا يقولوا القبط بجوج تبت راسك قبط مثلا هكذايا وتويولات عليك لان ديك اللحظه ما تتعاودش نهائيا. ثاني حاجه كما تنقول ليه تهمو الامر ملي تنكونوا معروضين تبارك الله البنيتات تنكونوا صلعن بالعيالات تنكونوا في طبله مدوره تنكونوا كلنا دوزنا تبارك الله داك الشيء النشاط والحيويه والانرجي تتكون عندنا ما شاء الله وتنكونوا شباب، هذا لا يعني خليك تجلس في الطبله دايره هكذايا وتتهز في يديك وتزدح وتجد وتهضر باش تلفت الانظار بصوت عالي وديك القهقاها ديك القهقاها اللي عاوتاني شفنا ولات لاموض تعلموا البنات يديروا ديك القهقاها ديال الشارع. عيب 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 نضحكوا بديك القهقاها السفله ديال يعني ديال كما تنقولوا بلا ما انا ما تنحبش نخدش الحياء في القناه ديالي الضحكه بالقهقاها ديال الزنقه ديال الناس اللي ما العيالات اللي ما تصلحوش. المراه تعرف من الضحكه ديالها كانت بعيده او قريبه، الا سمعتي مثلا واخا بعيده ما بيننا الحيوط وتسمع ديك التقهقيها تنقولوا هذه دار يعني تكملوا من عندكم، ما بالو كيف وسط تبارك الله الفرح في وسط تبارك الله الجمعيه ديال الناس في وسط الناس كلشي تيشوف كلشي تيلاحظ ولراسك لراسك لراسك وديك ديك تقهقيها قا 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 ونعلم بنيتها تتعلم بنتها كيفاش تقهقى بديك الضحكه ديال الشارع. عمرنا 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 حاول دائما حنا تنزيدوا للقدام ما تنزيدوش اللور وتنبنيو واحد الجيل باش يكون ما شاء الله رائع بحال الجيل اللي كان ديال الجيل القديم جيلنا. الصراحه يعني شنو باش نقول لك كانهم كانوا في مدارس ديال الاتيكيت للوالدين ديالنا الله يرحمهم وخرجوا تبارك الله اجيال. نتمنى على الله ما نكونش طولت عليكم وان شاء الله الرحمن الرحيم مره جايه
وساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك. اللي عندها ميم تحبيب تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم ميمتي ام سيدنا محمد كما تنقول لكم دائما، تنحبكم لي.